ريحتنا اللي تحل العينين كافي خام. دونك رجعنا لكم وقيت باش نعرفوا شنو مخبيت لنا الجمعه هذه حسب قراءه للابراج نتاعنا ديما مع وليد مشارك. صباح الخير وليد. صباح الخير. منورنا. عايشك منور البلاتو بوجودكم وان شاء الله عام 2022 مبروك على الناس الكل. امين يا رب. نتمناو للمشاهدين الكل يربحوا حاجه من فقره الابراج ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه وليد. دونك باش نمشيو مباشره لفقره انت وزهرك. دونك وليد نبداو بالخريطة الفلكية والأحداث بطبيعة الفلكية. الأحداث المهمة. المهمة. بركو شيء الخريطة الفلكية فيها شوية تغييرات على المرة اللي فاتت. أيوة. مارس موجود في ساجيتير، الشمس فينوس وبلوتون موجودين في الكابريكورن، برج الكابريكورن، ساتورن وميركور باش يوليو في الدلو، وهنا دونك لاحظوا اللي ميركور باش يبدل موقعه. تحديدا غدوه، دونك انا حسبته من توا نحكي خاطر غدوه يبدل موقعه ويمشي لبرج الدلو، وهذايا يعني خبر به للأبراج الهوائية. جوبيتر ونبتون موجودين في الحوت، وبيان سور جوبيتر كوكب الحظ تنقل من البارح دخل في الحوت، وهذا خبر ممتاز للابراج المائيه. يورانوس دي موجود في الثور متراجع، فينوس متراجع شويه كالعاده في الدرجه 22. الاحداث الفلكيه المهمه شنو هي؟ ثم اون نوفيل لون في الكابريكورن، يعني اليوم ثم قمرة جديدة باش تولد. يعني بداية العام فيها ولادة القمر في برج الكابريكورن، وهذا معناتها حدث فلكي هو يعمل انطلاق للأبراج الترابية، وتو نحكي ونحاول نحكي عليها رابيدمون. كما قلت ميركور تعدل الدلو، جوبيتر في البواسون، القمرة باش تعدى من أربعة منازل. اليوم وغدوة في الكابريكورن، وهك علاش فما نوفيل لون في الكابريكورن، خاطر القمرة غادي والشمس غادي، يعني ولادة القمر. ميركودي وجودي 4 و 5 في الفيرسو، جمعة والسبت في البواسون، وديمانش ولندي في البليه، وهذه أحسن فترة بالنسبة لك أنت بديتي عفيف. بالنسبة للأسد؟ بالنسبة للأسد شيخ على قمرة البليه. سي نورمال. سي لوجيك. عادي جدا. باهي. دونك نشوفوا شنو الطقس الفلكي بالنسبة للأبراج، نبداو بالحمل كالعادة. الحمل دخول جوبيتير في الحوت ماهوش خير من عام ناول. لا. هذه بريود فيها سحب للطاقة بالنسبة لي، سحب الحظوظ بالنسبة لي، الحظوظ تتحصر في منزل نمبر 12، يعني إعانة الآخرين أو النشاطات الثقافية والاجتماعية والخيرية والإنسانية للآخر، يفك الحظوظ بتاعه الكل ويعطيها للآخرين. هذايا حال البرج اللي يجي كوكب الحظ باش يجي عنده قريب. دونك ينحيلو كل شيء ومن بعد يلم له يعطيه كل شيء، وهذا باش يصير نهار 11 ماي وقت اللي كوكب الحظ باش يتعدل الحمل. اما تو في الاربع شهور هذوما شفت من تو حتى ل 11 ماي بليه الحضور في 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 مجال الاخرين. هو زاده ثم حاجه به شنو هي؟ كون المتاع تتنحى، المصاعب تتنحى، والعرك تتنحى، والعداوه تتنحى. باهي على الاقل صدى لبنان معناها سي بون. باهي كوكب مارس داعم نطمنوك شويه انت والبليه بالنسبه. شوف الوضعيه اللي فيها بوزيتيف شنو هو؟ كوكب مارس اللي هو كوكب هو كوكب الطاقه والانرجي والعمل والثقه بالنفس، هذا موجود في ساجيتير في منزل الانطلاق، هذا داعم ومازال داعم حتى 25 جانفي. دونك هنا عنده كوفرتور كوكبه في بلاصه مرتاحه ياسر. الكواكب الملمومه في الكابريكورن يعني في منزل نمبر 10 هذوما ضاغطين بالنسبه ليه، اما الحدث الباهي كونه ميركور غدوه يكف على المضايقه. يعني ذكر كنت نقول البلي عنده مشاكل في التواصل، باش نحاول خاطر ماشي المنزل متسويات، ميركور في الفيرسو هذا خبير به بالنسبه ليه. احسن ايامات الجمعه بالنسبه ليه هي ميركوردي وجودي، يعني الاربعاء والخميس وقت القمره في الفيرسو عنده لقاء مع الاصدقاء وجو ممتاز، ونهار الاحد واثنين الجايين القمره تبدا عنده، وهذاك النهار هو باش يحس فيه بالارتياح والانسجام. نمشيو للثور. نمشيو للثور. الثور الكواكب الملمومه في الكابريكورن تخدم مصلحته، اما ميركور اللي متعدي للدلو هذا باش يعمل له اشكال في الظهور الاجتماعي نتاعو. يعني نصور فما قلق باش يبدا من نهار ثلاثة وقت اللي ميركور يدخل في برج الدلو، عندك يا ثور شويه قلق في التواصل مع الناس في الخدمه او في محيطك الاجتماعي. دونك رد بالك من هالمضايقات اللي عملهم الكوكب هذا اللي هو باش يتراجع نهار 14 وباش يعاود يرجع الى برج الكابريكورن. بالنسبه لدخول جوبيتر في الحوت يخدم مصلحتك لاقصى الحدود. احسن ايامات بالنسبه ليك باش تكون نهار الجمعه ونهار السبت وقت اللي كوكب وقت اللي القمره عندك تلتحق بنبتون تلتحق بجوبيتر، وهذا نهار باش يكون ممتاز بالنسبه ليك. اليوم وغدوه زاده من الايامات الباهين، ونهار لحد واثنين جايين عندك فيه شويه مصروف. نمشي لبرج الجوزاء.
الجوزاء الوضعيه الفلكيه في الحقيقه ماهيش مريحه. مانيش باش نكذب عليك، باش نقول الحقيقه كما هي. انت انسان عندك مشاكل يا جوزاء، مشاكل في بيتك السابع، يعني بيت الشراكه، بيت الشراكه في الاعمال، وبيت الحياه الزوجيه. المشاكل هذه معملها برج الجوزاء مارس قاعد يحكي اللي هو قاعد مخربص الامور غاديك. دونك نتصور تم برشا جوزاء يسمعوا فيا عندهم توترات في العقد، في العلاقات اللي فيهم شراكه كما الزوج كما الاعمال. دونك شنو نقولوا له؟ عندنا مش عطيوه شويه اعانه بالنسبه لي. شنو نقولوا له؟ نهار ثلاثه وقت اللي ميركوري يدخل في الدلو راهو باش يخدم مصلحتك، نهار ثلاثه استنى اخبار طيبه، نهار 21 جانفي باش ترتاح من القلق نتاع الشمس، ونهار 25 جانفي باش ترتاح من القلق نتاع مارس. يعني هاي الخيطه نتاعك القدام. بور لانستون انت عندك الكواكب موجودين في الكابريكور اللي هما الشمس وفينوس وبلوتون، هذوما يعاونوا فيك باش تسلكها. عندك تسويات على خاطر تحب تتراجع وتحب تتنازل. ميركور باش يجيب لك الدعم، وكوكب جوبيتر الموجود في منزلك العاشر يوعدك في شهر افريل الجاي بانتصار، انتصار ونجاح كبير. الايامات بالنسبه ليك الباهين هما نهار الاربعاء ونهار الخميس وقت اللي القمره تكون عندك، وزاد نهار الاحد ونهار الاثنين الجايين يعني 8 و9 كي تكون القمره في البليه وهذه معاك. النهارين الضاغطين بالنسبه ليك هما نهار الجمعه ونهار السبت وقت اللي القمره تمشي للحوت. داكوغ، واضح. نمشيو للكونسير توا. الكونسير ارتاح شويه من تنقلات ميركور. ميركور كان مع كانوا الكونسير كانت في وضعيه تشبه شويه للجيمو، خاطر الكويكب كلهم قابلينه. وهو عنده مارس مش يقلق فيه، اما في منزله السادس نتاع الصحه ونتاع الاشغال. دونك شنو اللي فما؟ تنقل ميركور اللي يخرج من مقابلته، يعني كان في مواجهته يتعدى المنزل الثامن، يخليه يسعى للتسويات وينقص عليه الضغط الفلكي. وكوكب جوبيتر اللي دخل في منزله التاسع هذا باش يملا له حياته بالحظوظ والمحبه والسعاده وكذا، يعني ماشي للباهي. احسن ايامات بالنسبه ليه باش تكون نهار الجمعه والسبت الجايين 6 و7، هذه وقت القمره تكون في الحوت، هذا موقع ممتاز بالنسبه ليه. غدوه وبعد غدوه، اليوم وغدوه هذوما نهار الضغط. علاش؟ القمره في الكابريكورن. القمره في الكابريكورن يعني باش يجي النوفيل لون اللي نحكي عليها من قبلته، رد بالك من خلاف، رد بالك من خلاف الليله. الليله اليوم. بين اليوم وغدوه، خلاف بين اليوم وغدوه نجم فما خلاف او عركه او نبزه او حاجه من النوع هذا. فوالا. ورد بالك من هلا حد واثنين الجايين القمره نتاع البليه كيف كيف تعمل لك ضغط. تخي بيان. نمشيو للاسد. نجيو للاسد ملك الاسد كيف تحب تقول عفيف ملك البلاتو. مارس ديما دعموا الاسد. بارك الله برشا سود. سود يحبوا على الظهور، يموتوا على الظهور وين نذون هما. بالنسبه للاسد كوكب مارس الموجود في الساجيتير والمطول. اسمع يا شيف خليل يحكي علينا. حتى الشيف خليل اسد. اي 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 ما سمعت نصور الاغلبيه باش يكونوا اسد. اسمع مليح، كوكب مارس ديما داعم الاسد خاطر موجود حتى 25 جانفي في منزل الخامس منزل تتويج، يعني الاسد شيخ وظاهر وناجح وافعاله واعماله متوجه. اي الشمس وفينوس وبلوتون موجودين في مركز الصحه نتاعو مركز الاعمال قاعدين يسرعوا في النسق، اما ديما انا نحذروا من حكايه الصحه هذه خاطر ترجع فينوس في منزل الصحه هذه ماهوش حاجه اللي تطمن برشا. ميركور اللي تعدى للدلو مالوريزمون الاسد هذايا ماهوش حاجه باهيه. ميركور كي يجي مقابلك من الدلو يعني انطلاقا من غدوه حذر روحك الى نوع من التخالف في الراي او سوء تفاهم مع الزوج او مع الشراكه، يعني جيتك بيريود العبيد باش تحسهم مش قاعدين يفهموا فيك قبل وانت باش تتشنج شويه، دونك انت كم تعرف ميركور ايش باش يعمل، ماذا بيك ما تتشنجش، توسع بالك، استنى نوع من الترديات، ايش باش تكون؟ في امور الماليه وفي التواصل مع الاصدقاء، باش يكونوا واضحين. بالنسبه لجوبيتر اللي دخل في الحوت هذايا باش يرجع لك مكاسب حتى لافريل، ونستناو 11 مايو باش تكون انطلاقتك الحقيقيه بتاع العام. الايامات بالنسبه ليك الباهين هما نهار الاحد والاثنين 8 9 وقت اللي قمره في البلي، والنهارات اللي بالنسبه ليك انا نحذرك من ميركور فيهم بالذات هما نهار 4 و5، يعني الاربعاء والخميس الجايين القمره باش تكون في الكابريكورن باش ترجع باش تجي مع ميركور، وهنا رد بالك منهم. نهار النظام اربعاء وخميس باش نركشوا شد الدار وكهرباء. نمشيو للعذراء. نمشيو للعذراء. العذراء الجو ممتاز. ممتاز العذراء. عليه جوبيتر اللي دخل في بيت الشراكه نتاعو وبيت الزوجيه نتاعو، يعني وهو عنده 3 كواكب في الكابريكورن، يعني هذا انسان مش للتتويج، هذا انسان مش للنجاح. بيرجع عندهم اخبار ممتازه في الخدمه والا علاقه عاطفيه باش تظهر وتنور في حياتهم. والعام هذايا مش كان وحده، العام هذايا مش يقعد وحده الفيرج. دونك شو نقول له؟ جوست مازال مارس يقلق فيه من ساجيتير من منزل الرابع نتاعو، يعني منزل الامور النفسيه والعائليه، فما حاجه في الدار مقلقته موجوده، هذه حتى 25 جونفي وتمشي على روحها. مي اونتر تون الكواكب الاخرين الكل داعمينه. ميركور كي تعدى للدلو باش يسرع له اعماله، وهذه حاجه داعمه بالنسبه ليه. احسن نهارات هما اليوم وغدوه، واليوم وغدوه والاربعاء والخميس كلهم باهيين. وين القلق بالنسبه للفيرج؟ وقت اللي قمره تقابله من البواسون، وهذه اللي تحير مارس تعمل مشكل في العائله او تعمل نوع من الديبريم. الورك هو الديبريم
في وسط حفله. تصور واحد معناتها في وسط حفله وهو متقلق ويتقلق اي فوالا. دونك جمعه وسبت ما تاخذش عليهم. اسمع كلامي نمشيو للبعض. البالانس 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 هذا برج بشات العرابح من تحرك ميركور كي يدخل في الدلو يجيب له يحطه في منزل التتويج يعطيه اخبار طيبه. ان تصور نهار ثلاثة عنده اخبار طيبه باش يخلط له ثم اخبار باهي باش يجي اخبار مفرح قد يتعلق بالاعمال. الكواكب اللي ملمومه في الكابريكور هذوما يحطوا له انتباهه في منزل العائله. ثم حدث في العائله عند البالانس ان نتصوروا ان شاء الله نتمنى يكون حدث باهي على خاطر جوبيتر كي دخل منزله السادس يعطيه نشاط في الاعمال. والبالانس باش يهتم بصحته وبلبسته باش يعمل ريجيم باش يعمل سبور باش يتلهى بالامور المظاهر. ربي دقيقه وليد شيف تورنا تاك بالنسبه للجلبان تاعك شيف راهو خلى التاتيب وقعد يسمع وليد مركز. انا ما نسمع ولا نبدا منظم. انا الحمد لله ديما منظم امريكا هذيك الفايده الحمد لله باهي. دونك قلنا البالانس الجو ماشي باش يتلهى باموره ونظم خدمته كذا. ميركور هذا يدعمه المنزل الخامس عنده خبر باهي باش يجي. التركيز اللي عنده في بيت العائله مازال متواصل وميركور ومارس يقوي له طاقته الذهنيه وطاقته على الاقناع. الايامات بالنسبه ليه الباهيين شنو هما؟ نهار الاربعاء والخميس وقت اللي القمره في الفيرسو مع ميركور وهذه نهار فيه اخبار باهي بالنسبه ليه. بالنسبه لنهار الايامات المعاكسه بالنسبه ليه هما نهار الاحد واثنين جايين يعني 8-9 القمره باش تجي مقابلتهم البلي. وهنا نجم نقولوا ايش باش شنو هي الحكايه اللي في الدار باش تصير على خاطر نتصور كل مش عامل عركه باش عامل عركه مع حد من العائله. دونك يا بالانس انت ما تحبش المشاكل نعرفك انسان سيس ما تعملش العركه رد بالك دار عركه معك انت معنا واحلام صوت فاهم تشنج خطيره لو كان فما عركه راهي جورتناي. السجيتير القوس السجيتير السجيتير عامل وقف التامل اللي ما كسبه الكل. الكواكب الملمومه في الكابريكورن خليه العقرب نقزناه اللي عنده الحق العقرب بعد السجيتير وبعد لا العقرب بعد السجيتير سامحني لا عنده الحق داكور العقرب بيسكو عندنا ريبريزونتون تاع العقرب. العقرب الاجواء انا نعتبرها باهيه اما ثم نقاط. نبداو بالنقاط اللي هي باهيه. الشمس وفينوس وبلوتون الموجودين في منزلك الثالث يعني عندك نشاط فكري عندك قدره على التركيز عندك قدره على الاقناع عندك رغبه في الاعمال وعندك نشاط وعندك دعم من الاصدقاء في العمل. بالنسبه للمارس موجود في ساجيتير يعني المصروف ولي ديبونس والتبذير. رد بالك على فلوسك قاعده تصرف اكثر من اللازم وحاول باش اي فوالا رد بالنا من الروج هذا خدم مازال متواصل هذا 25 جانفي هو هكا. بالنسبه للميركور اللي تعدى في الدلو هذا يخدم مصلحتك على خاطر يجيب لك دعم الاصدقاء ويحسن لك علاقاتك ويسرع النسق نتاع العمل. هذه حاجه باهيه. جوبيتر في الحوت يهز انتباهك الى امورك الشخصيه والنفسيه والعائليه والمنزليه. نجم يكون في الاربع شهور الداخلين باش تخمم في الدار وباش تعمل حاجه في الدار وبتشري حاجه جديده لك انت. بالنسبه للايامات الباهين بالنسبه ليك شو ما انهم بالنسبه للساجيتير نهار الاحد والاثنين سكوربيون سامحني فوندردي سامدي الجمعه والسبت وقت اللي القمره تبدا في الحوت هذا نهار نتاع فرحه. هنا نهار نتاع سعاده نتاع نتاع تتويج نتاع كلام حلو ونتاع رومانسيات زاده الايام لا لا أي. واليوم غدوه زاده بهي رومانسيات في المشي رومانسيات معناتها النجم تحس روحك محبوب. عرفت الانسان محبوب الناس كل تغزل وتشكر فيها وكانه بيت الاسد هو في الحقيقه. هذا انت باش تاخذ باش تسلف من الاسد الظهور ومحبه الناس ليه فتنهاري ذوك بالذات اعطيها عفيف في قلبك كبير هكا اعطيتها نهارين تستاهل معناها تستاهل. اليوم وغدوه ايامات نتاع تواصل وذكاء عامل عليهم. كان عندك خدمه الو ريكيت او دوموند او خدمه تحب تخدمها يخدمها اليوم وغدوه انت ناشطه ذهنيا عندك شويه قلق اربع وخميس اربع وخميس شويه قلق من منزل العائله ساجيتير عندها نرجع للساجيتير. ساجيتير وقف التامل على المكاسب وعلى جميع اللي هو يملكه ومنهم زاد علاقته الزوجيه خاطر راه في ميركور هذا ميركور ميركور كان هو يتامل في المشكل يشوف في شنو وضعيه الشراكات نتاعو. توا ميركور كيتعدى للفيرسو ولا الموضوع فيه قلق فيه تنرفيز ويزم ياخو فيه قرار. وجود جوبيتير في الحوت يدعوه الى تغيير شراكته وتبجيل العائله. يعني الساجيتير اللي عنده خدم ولا يخدم في شراكه ولا هو رجل اعمال ولا عنده علاقات يزم يركز على عائلته يعني يخدم عائلته بلوتو ويركز في بيت العائله. مارس اللي موجود عنده هو يعطيه طاقه واندفاع وجاذبيه وتسرع ومغامره وتهور وصعب كل ما بعد من الخلطه هذه كوكب النار والله. كوكب الحرب والطاقه والنار عنده هو يعني هو في مشحون بالطاقه وقاعد يغزل المكاسب نتاعو وعنده حاجه باش تقلقه. ميركور التنقل نتاعو هذاك باش يخليه ياخذ موقف مع الحاجه اللي هي سبابا. يعني ساجيتير اسمعوا فيا كان عندكم موضوع سبابا توا باش ياخذوا فيه قراره باش تخرجوا من حياتكم جمله. واه ليمات البهين بالنسبه ليه هو هي اليوم وغدوه. بالنسبه ليه باهين فيهم مكاسب والاربعاء والخميس وقت القمره في الفيرسو ممتاز بالنسبه ليه. ديمانش ولندي خارق العاده جوست يرد باله من نهار الجمعه ونهار السبت اللي القمره تجي في الحوت وتوتر له اعصابه. هذه اليوم ميركور ياخذ فيها قرار بشكل صعيب. سي الكابريكورن تو الكابريكورن الكابريكورن شفاها الوضعيه الكواكب عنده
الشمس عنده، فينوس عنده، بلوتون عنده، يعني وضوح رؤية، وضوح الرؤية في المواضيع. خلطت له المعلومات اللي أنا كنت قبل الاقتضاء ما عندوش وضوح رؤية، توا ولات عنده وضوح رؤية. تحرك ميركور في الفيرسو يعني عنده كسب، عنده حاجة، عنده حاجة يحب عليها جهته في ثنية. مارس موجود وراه في ساجيتير، يعني مازال معرض للنقد، مازال الكابريكورن حد يقلق فيه أو إنسان يلويرو بروش يعمله في الكريتيك، ولا هو ما هوش قاعد يراعي ياسر في التواصل متاعه. هذا مازال بشوقة حتى 25 جانفي يا كابريكور، أما الجو عندك وميركور جايب لك حاجات، جوبيتير في الحوت يعني عندك نشاط في الخدمة ممتاز. أربع شهور ليامات بالنسبة ليك الباهين شنو هما؟ اليوم وغدوة ونهار الأربعاء ونهار الجمعة ونهار السبت، ستة سبعة يعني اليوم وغدوة والجمعة والسبت، هذوما أيامات ممتازة، خاصة الجمعة والسبت ناشط جدا في الأعمال، ولو أنه قريب الويكاند. البريود الخايبة بالنسبة لي شنية؟ لحد والاثنين الجايين القمرة متاع البيليه تعمل له مشاكل قدام الناس. خديها دونك الدلو والحوت، الدلو والحوت به، الدلو كما الجوزة جو سببها الكواكب تبدا وراك، يعني بيت العداء، يعني بيت النقد، بيت الصعوبات، بيت سحب الطاقه، بيت الدنيا معطله وفاشله وما تمشيش بالقداء، وهو ما فاهم حتى شيء من الموضوع، عنده حاجات مش ماشيه، هو مش فاهم. الشمس وراه، فينوس وراه، يعني التسهيل والمحبه سافا با. بلوتون وراه. هذه يتغطش يتخلص منها، يتخلص منها تدريجيا. اولا ميركور تعدل للدلو به جي اللي عنده هو. يعني باش يولي النجم يتواصل خير، نجم يحكي خير، نجم يتفهم خير، نجم يحسن علاقاته خير، اما مازال متعرج للنقد وقاعد يتعارك مع العباد. ونجم يخسر اصحاب، انا نقول لك برج الدلو قد تكون خسرت حد من اصحابك ديجا في سوء تفاهم او عركه. جوبيتير اللي يدخل في منزلك الثاني باش يخليك تخمم في مكاسبك تربيانتو، انت باش تتخلص من هالوضعيه الفلكيه كلها تدريجيا. غدوه عندك حاجه باهيه، بعدها لو 21 ونهار 25، نهار 25 زاد بالنسبه ليك باش يكون اخبار باهيه. انا نقول لك لاحسن نهارين بالنسبه ليك انت هما نهار الاربعاء ونهار الخميس. نهارين خايبين اليوم وغدوة، القمرة معاهم في معك الكواكب اللي تقلق فيك وراك، القمرة بيدها وراك، وثم النوفيل لون، يعني ثم خلاف، ثم خلاف، ثم نقد، ثم نوع من العداوة، نوع من العداوة يرد بلو منها. ليامات البهين كما قلت نهار الاربعاء ونهار الخميس ونهار الاحد ونهار الاثنين، وطيل القمرة في البليه، وهذه تجيب له دعم الاصدقاء على الاقل مسكين. وضعيته ماهيش باهيه برشا، تتحسن. هاو جايين هذايا الدلو، شنو نقولوا له؟ اليوم انت متقلقه، استنى شهر مارس وتذكرني، شهر مارس انت في قمه الفورمه، الكواكب كلهم في الدلو. اي ميسيش نعطيوها شويه. خمم في مارس، خمم في مارس. نكملوا بالحوت ونختموا به. نختموا به. الحوت الجو ممتاز. ممتاز ممتاز. كوكب الحظ عندك في فم الباب. كوكب الحظ في العتبه. ايوه. دوغري 1. ليلته ثانية جوبيتير في الحوت. والكواكب داعمينه من بيت الأصدقاء. شو معناتها؟ الحوت ناشط جدا مع الأصدقاء. كانوا قاعد يتنقل رغم الأصدقاء، كانوا قاعد يتفرهد رغم الأصدقاء، وكانوا يخدم رغم الأصدقاء، والمشاريع الناجحة مع الأصدقاء. جوست مارس قاعد يقلق فيك من ساجيتير، خاطر هذا منزل العاشر نتاعك، يعني قد تتعرض إلى نبذة أون بوبليك أو تتعارك مع زوجك أو زوجتك. دونك ما تركزش مع مارس، ثبت في هالجو الفلكي الممتاز. أحسن أيامات بالنسبة ليك هما نهار الجمعة ونهار السبت، وقت اللي القمره تكون في الحوت هي تجي تخلط على جوبيتير وتزيد تقوي منطقه جوبيتير. ليامات ضعاف بالنسبه ليك هما نهار الاربعاء ونهار الخميس، وقت اللي القمره تكون في الدلو، وهذوما ليامات اللي مارس يعمل لك فيهم شويه مشاكل. اليوم وغدوه باهين وممتازين ومع الاصدقاء. الحوت اللي يسمع فيها يعرف الجو مع الاصدقاء البريود هذايا، والجو هذايا باش يتواصل، وعنده اخبار ممتازه جدا في افريل. صحه صحه سي الحوت، صحه. يعطيك الصحه وليد، يعطيك الصحه وليد مشارك، ميرسي بوكو، ان شاء الله تكونوا استفدتوا، ان شاء الله حظكم ديما به. وليد يرجع لنا باذن الله الاثنين الجايه ديما مع بدايه كل اسبوع في كافي كريم، موعدكم مع وليد مشارك. تلقاوه زاده تنجموا تبعوا على انستغرام، خرجونا برشا مساجات وين وليد مشارك. وليد لزيناه احنا باش يكون موجود على انستغرام، على خاطر فوالا الناس تسال عليك، دونك تلقاوه تنجموا وتبعوه على انستغرام وليد مشارك، وزاد على الفيسبوك ينجموا كيف يتصلوا بك. احنا مازلنا معاكم، بنحب نتفقد بال الشيف نتاعنا، شنو حوايل التيراميسو؟ وينه في الفريجيدير؟ وينه التيراميسو في الفريجيدير؟ قاعد يخف في البرد. اي باش يجينا بعد بنين، والتكستور نتاعو مزيان، يبدا شاد روحه، خاطر الكريمه بعد ما نحطوا اللونغ دو شاب بالقهوه والكريمه هذيك، دونك لازمو يقعد في الفريجيدير مينيموم 20 مينوت. ذكرنا شيف في الكريمه كيفاش خدمتها نتاع التيراميسو؟ باهي ساهله برشا 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 برشا، نجمو نحضروها في الدار. لو تيم تاعنا جوست فوي وبرد. نفرقوا الاصفر والابيض تاع العظام على بعضهم.
نخدموا الابيض اون بلون اون نيج وحده واه فوالا نخدموا اللي يولي بلون اون نيج بدون فاصون كي نقلبوا البول ما يتيحش هاي فوالا دونك بعد ناخذوا الجون دوف نحطوا له 4 مغارف سكر على 3 كعبات عظم 3 كعبات عظم نحطوا لهم 4 مغارف سكر يتخدم مليح لين يولي لونه ابيض اللي يولي مستبيض هكا شويه داكوغ بعد نحطوا له طابو صغير نتاع اكستري دو فاني بعد تخلط مليح نزيدو نحطو الماسكربون نتاعنا 250 غرام داكوغ تتخدم الكريمه نتاعنا مليح نجبدو البلون دوف هذاك اللي طلع بلون اون ايش نخلطوه مع الكريمه هذيك مع بعضها مش بالفويه الكريمه تاو قاعده جوست نخلط ديليكاتمون جو دي بيان ديليكاتمون نخلطوهم خاطر كان نخلطوها بالزربه وكل شيء هوب تيح تولي ميه اوكي دونك نخلطوها ديليكاتمون تولي الكريمه نتاع بوندون 5 مينوت 6 مينوت نحن نخلطو هكا بشويه 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 تولي حاضره وهيله للاستعمال دونك ناخذوا لونغ دو شام تاعنا والا الباج جينواز اللي نجمو نخدموها وحدنا في الدار نغطسوها في القهوه ونحطوا نختاروا القهوه بارده القهوه الفو ميو تكون بارده فوالا الفو ميو تكون بارده دونك نغطسوا اللونغ دو شام ولا الباج جينواز نتاعنا في القهوه نحطوا نعملوا الكوش بالكريمه نتاعنا هذيك اللي حضرناها بشوي بشوي اللي نعبيو الكاس تاعنا ولا لا حتى اللي تتعبى فوالا فوالا يعطيك صحه ميرسي بوكو جيف خليل دونك نرجع لك من بعد كي تحضر الماكله نتاعنا الكل اقعدوا معنا بعد شويه باش تلتحق بنا اخصائيه التغذيه هدى بن عثمان مازالوا عندنا مجموعه من الفقرات باش نخرجوا فاصل قصير وراجعين